kind of what matters the most is that no matter who wins, we're all of us really are like, okay. I mean, it's not good. You know, if Trump wins, when Obama won, didn't you feel like, wow, this is some new shit? A guy who could form full sentences, went to actual schools. That's very racist. Articulate. He's very articulate. I mean, as opposed to George Bush, you fuck. That's how I took it. We were happy. We were happy. We got this really articulate, intelligent guy that's reasonable. Good for him. Oh, that's why talk shows actually have screeners. You know, they put you in a single room. Talk shows. Hey, Fitzsimmons, you have an interesting story about it. You can be like Byron Allen on that late night show. أحد حلقات يوتيوب مجموعة من كوميديانات في أمريكا شاب يعني اللي هو الستاند أب كوميدي أوكي. And it's just like, it's interesting that I feel that I'm with them. وهم قاعدين بيتكلموا كل واحد كده يعني عارف زكنا هم قاعدين على قهوة عارف. كل واحد بشخصية و الحاجات هذه هي دي اللي بفتقدها في الحياة الناس اللي بتتجمع بتقعد تكون نفسها وتقول اللي في قلبها حتى لما هم يعني أصحاب قوي بس يعني شافوا بعض ويعرفوا بعض يعرفوا شغل بعض فبينهم ال this in common being funny or artistic or linguistic ولا scientific يعني تعرف الناس اللي بينهم أشياء مشتركة لما متجمع مع بعض يقول يتكلم هذا كان تطلعاتي دائما كانت كده. يا صباح الخير يا مولاتي كيف الحال تمام الحمد لله اليوم بادئ كذا هذا مشهد جديد It's a feeling lucky, I guess. It's a feeling lucky. No, sitting on. Audience.
ايوه، لما الواحد يكون قاعد دايما في المسرح كمتفرج، عارف؟ وعارف من البداية، عارف من البداية، من أول ما يجي يدخل المسرح ويجلس على الكرسي، إنه هذا مسرح، واللي بيحصل ده ما يعني أحد غير المكان اللي هو خشبة المسرح، ما له أي معنى تاني غير كده، لأنه ما بيحصل إلا هناك. فاللي قاعدة على كرسي تماما متفقة مع إنه هذا ما يحصل إلا في أوض النوم. فحكاية اليوتيوب هذه كمان عبقرية التكنولوجيا، هي دي انه هو وصلنا في المرحلة دي، انه في خشبة مسرح الناس تقدر تعمل فيها اللي هي عايزاه بأقل التكاليف، وانت جالس على الكنبة عادي بتتفرج عليهم، يعني مو لازم كمان تتحركي تروحي لهم، فاهم كيف؟ الموضوع العالم الخارجي في هذا المشهد امتداد، انه في شباك والشباك مطل في البلكونة، فأي حاجة بتحصل في البلكونة حتى لو انا ماني هناك بشوفها من الحتة دي. هذا مشهد او مسرح اخر غير المسرح او المشهد الداخلي. المشهد الخارجي الديناميكس حقته مختلفة، يعني حتى لما كنت انزل ارقد على القهوة ولا في مطعم ولا في اي حتة، فاهم كيف؟ فتلاقيني يعني جالسة وهو المشهد خارجي، لكن لسا مسرح وفي شوية ناس بتتحرك في المساحة، في المسافة دي، في المحيط هذا. It's the same. والحكاية مو كانت إنه بأصور الحاجة أو بأكتب عن الحاجة أو بأرسم الحاجة. It's about إنه يعني I'm so grateful إنه I was allowed or gifted إنه to witness this، إني أشوف هالحاجة وهي بتحصل، إنه أكون موجودة والحاجة بتحصل. هي ده المشهد الخارجي أو أحلى حاجة. تماما عندي حالة استمتاع بالمشهد الخارجي. الواحد أول ما بيخرج من هذا الباب هو مخرج، يعني مشهد خارجي خلاص. فتنزل يجي تودي الزبالة ولا تروح تجيبي حاجات من البقال ولا بس تعدي للناحية الثانية للسقالة وترجعي، هذا كله عبارة عن مشهد خارجي. ولا حاجة من اللي بتحصل يعني مخطط لها، أو يعني
spontaneously as it come يعني البدائية حالة البريميتيف أول مرة تحصل بجدارة يعني بالقوي فحكاية أول مرة تحصل أنك تكوني موجودة وتشوفي حاجة لأول مرة تحصل لا لا حلو حلو I'm very thankful يعني بامتنان طول الوقت إن قدر لي في كل المشاهد الخارجية أن أكون موجودة So, مش كيف الحال يا مام؟ ايه حكاية البيات الشتوي حكاية البيات الشتوي صحيح يعني ديسمبر يناير فيها بيات شتوي جامد صحيح بس هو كمان في بيات صيفي فيعني الواحد لما يفضل موجود في مكان في مكان داخلي في مشهد داخلي لمدة طويلة ما بيتعامل مع الحياة اللي هو ما بيشوف الشمس ما بيشوف هوا يعني ما بيحس بهوا عارف مختلف عن الإنسان الكائن الإنسان يعني أنا هي الحكاية كان عندي مثلا ذكرى يعني come to mind بيات شتوي لما خرجت يعني لما سبت المدرسة الثانوية الهاي سكول كنا في أمريكا سبت يعني خرجوني من مدرسة ثانوي ودخلوني المدرسة اللي هي معهد تعليم اللغة الإنجليزية اللي بابا كان دخل فيها علشان يخلص السكس كلاسز يدخل في الجامعة اللي هو مبعوث عليها بعدين ماما دخلت وبعدين خرجوني من هذا المعهد وقعدوني في البيت في فترة انه ماما وبابا ووائل كلهم برا البيت وانا لوحدي في البيت قدام التلفزيون عارف بيات شتوي عندي الراديو وعندي اغنية وعندي غرفتي وعندي التلفزيون
عارف كان it was nice. في بيات شتو حصل في كريت طبعا كان lovely أكثر من مرة بس يعني آخر بيات شتو في كريت كان رائع ديسمبر 2000 رائع عملت بيات شتو في القاهرة طبعا عملت بيات شتو في القاهرة في 95 وبعدين عملت بيات شتوي بعد كده لما كنت عايشة هنا كنت عاملة بيات شتوي كذا سنة ورا بعض يعني شقة العجوز عملت حتة دين بيات شتوي فظيع فهي حكاية أضحك وأبكى مرجاحة دي الضحك والبكاء الضحك والبكاء الروحة والشيء فوق من هنا وفوق من هنا تروحي وتجي حلوة المرجاحة دي لأنك أنت لازم ترفع رجلك لفوق وانت راجعة تضميها لهذا وانت رايحة لازم تفرديها علشان تدفع يعني الحكاية حكاية فيزياء داينامكس فيو absolutely your movement movement is the mood elevator نفس الحركة نفس حركة الجسد هي اللي بتعمل المود بتاعه body language كده performance كده لغة الجسد كده مفردات حقت الحركة right لها أبجدية يعني انفينيتي ليش؟ لأنه كل جسد ها بلغته الخاصة حقته صح؟ فما في ما في 28 letters ما في يعني ما في حروف بتتحفظ بتتحط جنب بعض وتتغير يعني انفينيتي طبعا أصحاب اللغة الصوتية أو يعني اللغة الفينيك عندهم كده طبعا يقول لك طب ما هي اللغة لا محدودة أكيد يعني لو عملنا إحصائيات أو الجملة الواحدة اللي تتعدد من ثلاثة كلمات أو ثلاثة الفعل والفاعل والمفعول به مثلا المبتدا والخبر خلص لا محدودة في الاستخدام انك انت ممكن كل واحد صح I would assume انه لغة الجسد
أكثر حرية لأنها بتخرج من اللي بتكلم من اللي بتحرك بيعملها الجسد غير منظمة يعني ما محطوطة كده في قوانين سمتك كده جمالية أو كايغرافت يعني أو إنك لما كنت بتدخلي كلاس الأروبكس إنه لو الروتين تكرر مرتين ثلاثة ورا بعض بيجيك حالة ملل إنه موضوع ليه كده عارفة كيف أو الموسيقى التنظيم لغة الجسد غير منظمة هذا هو لأنها حرة أكثر من اللغة المنظمة حكاية الفرجة كمان لو صارت منظمة لو اكتشفتي باترنز معين لو عرفتي تفك يعني كم مشهد يحصل خلاص فتعملي علاقة بين المشاهد تطلعي المتشابه وعارفة كيف connecting the dots blah 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 أنا عارفة لما توصل للحظة the patterns you realize there's a story going on عارفة كيف it does and then في حالة دهشة فهمة كيف وبعدين يصير الموضوع ممل لو القصة تتكرر يعني الفردية أو الذاتية أو الجسدية أي حاجة إنه هذه الكتلة ما لها شبه خلاص وهذه الكتلة ما لها شبه وهذه الكتلة ما لها شبه يعني ما هي mass production يعني ما هو تعبئة موية ما هي ما دخلت المصنع ما تركبت من عدد أيادي كل جسد ما له شبه تمام يبقى أي حركة من الجسد ما لها شبه أو ما لها تصنيف ما لها رمز سابق لأنه الحركة بتحصل الآن صح؟ فهي يا تتشاف يعني you either see the performance you see the thing or you don't you either feel it or you don't لما كنت
تروحي الأوبرا ولا تحضري المسرح الصغير والموسيقى ومش عارفة. Yeah. You either be there. عندك سيديهات وبتفتح الراديو مدري وفي أغاني وفي موسيقى وفي معرفة, بس وجودك في المسرح it's different. فهذا اسمه you either in or it just إنها بيجيك الصوت, تكوني موجودة صوت وصورة وجسدك حاسس بالطاقة تمام يا فندم صح؟ It's a house of dolls. House of dolls. House of cards, right? House of cards, house of dolls. مشهد موجود فيه عناصر أو كتل وتعيدي ترتيبها أو تحريكها. Rearranging. As a collage, as in patchwork, طبعا installation حاجة رائعة تماما تماما, إحساس رائع لما الأرض نفسها تكون المساحة للكتل اللي انت تحطيها او يعني عدد مثلا تنظيم الغرفة, اعادة تنظيم الدولاب, يعني اعادة التنظيم في مساحة نفس ال 3D بتاعك, يعني انت بحجمك الطبيعي. هذا الانستليشن انه اللي هو لما ترسمي بترسمي على قد الكانفاس على قد الورقة مهما كبرتيها فانتي هي المسافة على قد كده, لكن لما الجسد كله يكون موجود على الارض اللي حيتعمل عليها الانستليشن احساس رائع. في حد ذاته من غير يعني مسبق لفكرة اللي تبي تعمليها او الجملة اللي تبي تسويها او الكتل والعناصر اللي جمعتيهم علشان تكوني بيهم هذا الانستليشن او التكوين نفسه 3D مقاس الطبيعي يسموه. طبعا النحت في كده برضو, النحت في كده المقاس الطبيعي. بس لسه ما عملنا نحت. I don't know. I played with clay before. لعبت بالصلصال, عملت شوية حاجات, but until now لسه بتل لسه ما عملتها. لسه الملمس طبعا, لسه الملمس موجود, الإحساس هنا دي الحتة بطن اليد. My hands.
So all is good. Tamam. Coffee.